السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. اليوم سأشرح لكم الاسم المقصور والاسم المنقوص والاسم الممدود. أولا، الاسم المقصور هو اسم آخره ألف مفتوح ما قبلها، والألف صورتان قائمة كعصا ورضا على صورة ياء غير منقوطة كموسى وليلى. النشاط الأول، استخرج الاسم المقصور نجا مصطفى من الغرق مصطفى، سعى الحاج بين الصفا والمروة الصفا. ثانيا، الاسم المنقوص هو اسم آخره ياء لازمة غير مشددة مكسور ما قبلها، مثل المحامي الساعي. النشاط الثاني، استخرج الاسم المنقوص قضى القاضي بين الخصمين القاضي، وصل الراعي إلى غنمه الراعي. وأخيرا، الاسم الممدود هو اسم آخره همزة قبلها ألف زائدة، مثل صحراء ابتداء عظماء وسماء. النشاط الثالث، استخرج الاسم الممدود أحب لعبة الأسماء الأسماء الفتاة الشقراء تسقي الزرع الشقراء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.